مشاهدينا مكملين وياكم فقراتنا ونروح لتقرير عن الطفولة، لأن الطفولة ثروتنا. تحت هذا الشعار أقيمت احتفالية لذكرى المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل. التفاصيل رح نلقاها ويا زميلنا علي الحلفي. أطفال اليوم هم أجيال المستقبل ويجب الحفاظ على حقوقهم، وذلك من خلال تطبيق الاتفاقية التي أقرتها الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل والتمتع بها لعيش حياة كريمة في المستقبل. في كل مرة نتيح مساحة لشريحة مختلفة من الأطفال وشريحة الصم البكم وذوي الاحتياجات الخاصة، بالتأكيد باتت تمثل علامة فارقة في المشهد وتحظى باهتمام عالمي وإقليمي ودولي. هناك مؤسسات ومعاهد، والعراق ليس بمعزل عن هذا التوجه وهذه الاهتمامات. في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي محافظة بغداد يرتبط معهد الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة، ووزارة الثقافة هي الجهة المعنية بمتابعة وملاحقة أنشطة وإبداعات ونتاجات هؤلاء. مخرج هذه الاحتفالية تؤكد على أننا قريبين جدا من حاجة الطفل، من حاجة الطفل أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة مركزة. نحاول أن يعني عن طريق المشاركات نحاول دعم الأعمال، سواء كانت الرسم أو الأعمال الأخرى، محاولة منا إيجاد فرصة لإيصال صوتهم إلى الجهات العليا. لأن الطفولة ثروتنا، شعار الحفل الذي أقامه دار ثقافة الأطفال بمناسبة ذكرى المصادقة على اتفاقية حقوق الإنسان بحضور تدريسيين ومجموعة من المدارس ومعاهد الصم والبك، حيث تضمن الحفل مجموعة من الفعاليات منها لوحات وأعمال يدوية للصم والبك وفيلم من إنتاج وزارة الثقافة وعدد من المسرحيات، تشجيعا لهم على مواهبهم ولبيان ما يبتكروه من أعمال فنية ورسوم، ولبيان أهميتهم ووجودهم في المجتمع. اليوم شفنا هاي المجموعة من اللوحات، اليوم شلون عرفتي أنه أنت رسامة وبديتي ترسمين هذا الشكل كله؟ طفولة تعت هاي الهواية، هواية الرسم، ونمتها بالمعهد لأن كان أكون معلمين عندنا اختصاص خبرة بالفنية، وبالبيت ترسم وترفدنا بالصور، ترفدنا بالرسومات مالتها حتى وهي قاعدة بالصف ترسم، يعني وهي قاعدة بالدرس ترسم، فهوايتها من الطفولة. من كنت صغيرة كنت أرسم وأتعلمها من يوتيوب، وظل ارسم حتى تعلمت منها. زين، القصه مالتك شنو هي؟ هاي القصص اللي سويتها شنو الداخل مالتها؟ هذا قصص جد رسمتها وجد الفتها الست رفا، هي مديره معهد الصفا، هي ساعدتني. هذا وهي ألفتها. هدف هذا الاحتفال هو إبراز مواهب الأطفال وتشجيعهم لتنمية قدراتهم في كل المجالات. لبرنامج صباح الخير يا عراق، علي الحلفي، بغداد.